السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في يونت 2 من مادة الفيزيكس. احنا خدنا في يونت 1 خدنا حاجة اسمها الفيزيكال كوانتيتيز، وعرفنا يعني ايه فيزيكال كوانتيتيز. فور اكزامبلز، لو احنا اتكلمنا على اكزامبلز اوف فيزيكال كوانتيتيز، احنا عندنا الماس، اليونت بتاعتها كيلوغرام، وعندنا كمان التايم، اتس يونت السكند، وعندنا اللينث، اتس يونت از متر، وخدنا كمان اكزامبلز سبيد اللي هي متر بير سكند، وقلنا الفورس its unit is newton related to scientist Isaac Newton، والvelocity اللي هي meter per second، والdisplacement اللي هي also meter، وخدنا كمان قلنا الacceleration اللي هي meter per second square. ده كده قلنا عليهم examples of physical quantities، وعرفنا من unit 1 what's meaning of physical quantity، وعرفنا ان الphysical quantity it's any quantity that can be measured and has a unit. ده احنا عرفناه في unit 1. وقسمنا الphysical quantities في unit 1 اللي هما derived physical quantity و fundamental physical quantity، وقلنا ال fundamental اللي هما ال basic unit، ال basic physical quantity اللي هما cannot be derived أو cannot be identified by another physical quantity، قلنا زي الماس واللينث والtime والtemperature، وال derived physical quantity اللي هما can be identified by other physical quantity، وقلنا بقية ال physical quantity بنقول عليهم ايه derived. النهاردة ان شاء الله هنقسمهم لحاجة تانية خالص، فهنعرف في اليونت دي حاجة اسمها types of physical quantities. types of physical quantities هنقسم الphysical quantities لحاجتين اتنين، عندنا حاجة اسمها scalar physical quantity وحاجة تانية اسمها vector physical quantity. يبقى احنا نقولهم تاني types of physical quantity، there are two types: scalar physical quantity and vector physical quantity. scalar and vector, scalar and vector. So what is the difference between scalar physical quantity and vector physical quantity؟ ايه الفرق بين الاتنين دول؟ نبدا الاول عشان نفرق بينهم هنبدا ناخد examples. هنقول على scalar physical quantity number one its mass، the unit of mass is kilogram. طيب عشان نعرف الماس هل احنا محتاجين نعرف النمبر بتاع الماس ولا number and direction؟ احنا عشان نقيس الماس او فين object محتاجين نعرف القيمه بتاعته بس، قيمته يعني الرقم بتاعه هو قد ايه، كميته قد ايه، فاحنا ده بنقول عليها احنا محتاجين القيمه بس، محتاجين القيمه بس. ده بالنسبه للماس، فعشان كده الماس بنقول عليه scalar physical quantity. طب ناخد examples تاني، عندنا التايم، عشان to measure time احنا محتاجين قيمه الوقت مش محتاجين اتجاه الوقت، لان التايم ملوش اتجاه ملوش دايركشن، فاحنا محتاجين محتاجين الكوانتيتي بتاعته، محتاجين كميته، محتاجين هو ايكوال ايه النمبر بتاعه ايه. ناخد examples تاني، عندنا length or distance. length or distance فاليونت اوف length or distance meter. لما نيجي نقيس الdistance او نقيس length فاحنا في الحاله دي بنعرف القيمه بتاعتها ما بنعرفش اتجاهها، فعشان كده ان الماس تايم اند لينث دول بنقول عليهم سكيلر فيزيكال كوانتيتي. عندنا كمان examples اللي هو سبيد، السبيد متر بير سكند، متر بير سكند، فعشان نقيس السبيد لو احنا عندنا كار بتتحرك مثلا بسرعه 10 متر بير سكند، فاحنا نقول the speed of car is equal 10 متر بير سكند، 10 متر بير سكند. فهنا احنا قلنا الرقم بتاع السبيد، قلنا كميتها بس ما قلناش هي الدايركشن بتاعتها، فاي حاجه احنا بنيجي نعرفها بنعرفها بالقيمه بتاعتها وما نقولش الدايركشن بتاعها، فده بنسميها سكيلر فيزيكال كوانتيتي. يبقى لما نيجي نقول what's meaning of physical quantity، it is the physical quantity that has a magnitude only and has no direction. كلمه magnitude يعني القيمه بتاعتها، الرقم بتاعها، يعني ممكن نشيل magnitude ونحط مكانها النمبر، وده عدت علينا في prep 3، خدناها في خدنا الجزء ده في prep 3. يبقى ما نقول scalar physical quantity نقول it's any quantity أو it is the physical quantity that has magnitude only and has no direction. فلما اجي اقول الماس is scalar، التايم is scalar، اللينث or distance is scalar، السبيد is scalar. لو قلنا ليه هنقول because it has magnitude only and has no direction. يبقى احنا طلعنا من scalar physical quantity ان دي الكمية اللي لها بنعرفها عن طريق الرقم بس ومش بتحتاج دايركشن. هما دول الماس والتايم واللينث والسبيد، دول الكميات اللي عندنا اللي هما سكيلر فيزيكال كوانتيتي. نيجي بعد كده عندنا حاجه نيجي يقول لي جيف ريزون، الديستانس اند تايم ار فيزيكال كوانتيتيز، ديستانس اند تايم ار فيزيكال كوانتيتيز. طب ليه هما فيزيكال كوانتيتي؟ احنا في الحاله دي بنقول الديفينيشن، بنقول because they has magnitude only and has no direction، because they has magnitude and has no direction. يبقى احنا عرفنا ان الفيزيكال سكيلر يعني لهم ماجنيتيود وما لهمش
direction. يبقى الإجابة نقول because they have magnitude only and has no direction. يبقى أي حاجة لها magnitude only يعني رقم بس يعني كمية بس مش بتحتاج الاتجاه ده بنسميها scalar physical quantity. إنما ال vector physical quantity بقى ناخد examples. For examples force, the unit of force is newton. طيب احنا عشان نعرف الفورس محتاجين حاجتين اتنين، محتاجين الماجنيتيود اوف فورس اللي هي مقدار الفورس، الرقم بتاع الفورس، اند اتس دايركشن، اند اتس دايركشن والاتجاه اللي بيأثر فيه الفورس. يبقى احنا عشان تو ايدنتيفاي ذا فورس وي نيد ماجنيتيود اند دايركشن. ناخد اكزامبلز تاني. عندنا الفيلوسيتي، الفيلوسيتي اللي هي متر بير سكند، متر بير سكند. خلي بالنا ان السبيد سكيلر والفيكتور والفيلوسيتي از فيكتور، السبيد سكيلر والفيلوسيتي از فيكتور. ونفرق بين الاثنين ان السبيد بنحتاج الماجنيتيود انما الفيلوسيتي بنحتاج ماجنيتيود اند دايركشن. طيب اكزامبلز تين، ديسبيسمنت، ونفرق بين الديسبيسمنت والديستنس. الديستنس از سكيلر فيزيكال كوانتيتي انما الديسبيسمنت از فيكتور فيزيكال كوانتيتي. اوكي يبقى الديسبيسمنت از فيكتور اللي هي فيكتور عشان احنا محتاجين الدايركشن اند ماجنيتيود اند دايركشن. طب الاكسلريشن، its unit is meter meter per second square. فالاكسلريشن في الحاله دي بنقول عليها انها فيكتور فيزيكال كوانتيتي. طب ليه هي فيكتور فيزيكال كوانتيتي؟ عشان احنا محتاجين الماجنيتيود اند دايركشن. يبقى لما نيجي نقول واتس مينينج اوف فيزيكال از فيكتور فيزيكال كوانتيتي، هنقول عليها اتس ات از ذا فيزيكال كوانتيتي ذات هاز ماجنيتيود اند دايركشن، هاز ماجنيتيود اند دايركشن. يبقى السكيلر محتاجين الماجنيتيود بس، اللي هو النمبر بس، انما الفيكتور محتاجين الماجنيتيود اند دايركشن، ماجنيتيود اند دايركشن. الجيف ريزون اللي عندي يقول لي فيلوسيتي اند فورس ار فيكتور فيزيكال كوانتيتي. طبعا الموضوع سهل قوي، هنقول الديفينيشن بتاعهم. نيجي الجيف ريزون، الجيف ريزون يقول لي فيلوسيتي اند فورس، فيلوسيتي اند فورس ار فيكتور فيزيكال كوانتيتيز. طب ليه هما فيكتور فيزيكال فيكتور فيزيكال كوانتيتي؟ اول الديفينيشن ان هما احنا محتاجين النمبر بتاعهم ومحتاجين كمان الدايركشن بتاعهم، because they have magnitude and direction. because they have magnitude and direction. يبقى احنا كده قدرنا نفرق بين السكيلر فيزيكال كوانتيتي والفيكتور فيزيكال كوانتيتي. السكيلر محتاجين الماجنيتيود اونلي، الفيكتور محتاجين الماجنيتيود اند دايركشن. وعرفنا في السكيلر عندنا الماس تايم لينث سبيد، وبعد كده في الفيكتور عندنا كميات تانية. طيب هنقدر نعرف الفيزيكال كوانتيتي هي سكيلر اور فيكتور ازاي؟ عن طريق الرول. هنعرفها ازاي؟ تعالوا نشوف. لو احنا عندنا سكيلر تايم سكيلر، عندنا فيزيكال كوانتيتي، الفيزيكال كوانتيتي سكيلر يعني محتاجين الماجنيتيود اونلي، ودي معموله تايمز فيزيكال كوانتيتي الثانيه، والفيزيكال كوانتيتي الثانيه دي برضو سكيلر. يعني لو عملنا سكيلر تايم سكيلر هطلع لنا سكيلر، يبقى سكيلر تايم سكيلر ايكوال سكيلر. طب لو احنا عندنا فيكتور تايمز فيكتور، فيكتور تايمز فيكتور، يبقى الريزلت عندنا الناتج بتاعنا هيبقى سكيلر. طب لو احنا خدنا اكزامبلز ثاني وقلنا سكيلر تايم فيكتور، سكيلر تايم فيكتور، سكيلر تايم فيكتور، في الحاله دي الريزلت هيبقى فيكتور. نخلي بالنا يبقى سكيلر تايم سكيلر، لو عملنا سكيلر في سكيلر يبقى الناتج هيبقى سكيلر. طب فيكتور في فيكتور الناتج هيبقى سكيلر. طب سكيلر في فيكتور الناتج بتاعنا هيبقى فيكتور. طب ازاي؟ تعالوا نشوف اكزامبلز. عندنا الفورس، الفورس ايكوال ماس تايمز اكسلريشن. طيب الماس عندنا ده اتس فيكتور، اتس فيكتور فيزيكال كوانتيتي اور سكيلر فيزيكال كوانتيتي. نفكر، هو الماس احنا محتاجين الماجنيتيود اونلي ولا محتاجين الماجنيتيود اند دايركشن؟ هنلاقي اننا محتاجين الماجنيتيود اونلي، فعشان كده ان الماس از سكيلر فيزيكال كوانتيتي. طب نيجي على الاكسلريشن، الاكسلريشن احنا محتاجين ماجنيتيود اند دايركشن، فعشان كده تبقى فيكتور. يبقى الماس سكيلر والاكسلريشن از فيكتور. فاحنا عملنا هنا في الحاله دي سكيلر تايم فيكتور، سكيلر تايم فيكتور، يبقى الريزلت في الحاله دي هيطلع عندنا فيكتور فيزيكال كوانتيتي. فعشان كده بنقول ان الفورس از فيكتور فيزيكال كوانتيتي. لو قال لي ليه هي فيكتور، اقدر اقول له اجابتين. الاجابه الاولى بيكوز ات هاز ماجنيتيود اند دايركشن، ده الاجابه التقليديه اللي احنا متعودين عليها في بريب. الاجابه الجديده بقى ريليتد تو ذا فيزيكس، على حسب الفيزيكس بقى بنقول ان الفورس از فيكتور بيكوز ات از ذا ريزلت اوف او ات از ذا برودكت اوف ملتيبلاينج سكيلر اند فيكتور، او بيكوز ات برودوسد فروم تايم سكيلر اند فيكتور. يعني هي ناتجه من عمليه ضرب السكيلر اند فيكتور فيزيكال كوانتيتيز. طب لو احنا عملنا حاجه تانية، قلنا الفيكتور اوفر سكيلر، فيكتور اوفر سكيلر، يبقى الريزلت بتاعنا في الحاله ده هيطلع ايه؟ فيكتور اوفر سكيلر، هيبقى الريزلت عندنا هيبقى فيكتور.
يبقى فيكتور اوفر سكيلر ايكوال فيكتور. طب لو عكسناها خلينا السكيلر فوق والفيكتور تحت هيبقى الريزلت برضو فيكتور. تعال نشوف كده باكزامبلز. عندنا الفيلوسيتي، الفيلوسيتي ايكوال ديسبيسمنت اوفر تايم، velocity equal displacement over time. ال displacement طبعا احنا عرفنا انها vector. طب والtime، التايم هنا في الحالة ده هيبقى scalar، يبقى ده vector over scalar هيبقى equal velocity equal vector physical quantity. يبقى ناخد بالنا لو احنا قلنا scalar time scalar يبقى equal scalar، vector time vector يبقى equal scalar، scalar time vector هيبقى في الحالة ده equal vector. the vector over scalar او scalar over vector هيبقى equal vector. ويبقى احنا كده قدرنا نفرق بين الفيزيكال كوانتيتيز according to the scalar physical على حسب السكيلر وعلى حسب مين الفيكتور. عرفنا ان عندنا حاجة اسمها سكيلر وحاجة اسمها فيكتور. السكيلر محتاجين الماجنيتيود والفيكتور محتاجين الماجنيتيود and direction. طيب دلوقتي هننتقل لحاجة جديدة، how can you differentiate between distance and displacement. دلوقتي هننتقل لحاجة جديدة اللي هي distance versus displacement. ازاي اقدر افرق بين الdistance و الdisplacement، distance and displacement. طيب احنا for example عندنا a car that move from A to B، هي تتحرك من A to B، بس هي تتحرك من A to B هي تعدى على C و D. يبقى عندنا ال car اتحركت من A to C then to D then to B. لو احنا شفنا الdistance هنعرف ان الdistance في الحالة ده اللي هي ال actual length of the path from starting point to ending point، المسافة الحقيقية اللي مشيتها العربية دي من A to B اللي هي تحركت AC plus BCD plus DB، ده بنسميها الـ actual length، المسافة الفعلية اللي هي مشيتها ماشي، فده بنقول عليها distance. يبقى منيجي نقول what's meaning of distance، هنقول الـ actual length of the path from starting point to ending point، المسافة الحقيقية اللي مشيتها العربية دي من starting point to ending point. انما الديسبيسمنت، الديسبيسمنت عشان احيانا الديسبيسمنت بحدد الستارتنج بوينت والاندنج بوينت وباخد بعمل بينهم ستريت لاين، ويبقى الستريت لاين ده اللي هو خط مستقيم، ويبقى الستريت لاين ده بيبقى الديسبيسمنت بتاعتنا. يبقى في الحاله دي ان الديسبيسمنت هيبقى اي بي، فبقول ان الديسبيسمنت it is the distance covered by an object in a straight line from starting point to ending بوينت. يبقى الفرق يا جماعه بين الديستانس والديسبيسمنت، الديستانس اللي هي الاكشوال لينث، اكشوال لينث اوف ذا باث فروم ستارتنج بوينت تو اندنج بوينت، المسافه الفعليه اللي مشيتها الاوبجكت، اللي مشيها الاوبجكت ده من ستارتنج بوينت تو اندنج بوينت. انما الديسبيسمنت، الديسبيسمنت ده اللي هو الستريت لاين فروم ستارتنج بوينت تو اندنج بوينت، او ذا شورتست ديستانس، ذا شورتست ديستانس، اقصر مسافه ممكن يمشيها الجسم ده فروم ستارتنج بوينت تو اندنج بوينت. نيجي بعد كده نقول اليونت بتاعتهم، اليونت بتاعتهم الديستانس والديسبيسمنت نفس اليونت، they have the same unit اللي هم الكيلومتر والميتر and سنتيمتر، they have three units كيلومتر متر and سنتيمتر، يبقى عندهم the same unit. طب الحاجة الجديدة بقى الديستانس دي is a physical quantity. طب ليه هي physical quantity scalar physical quantity؟ ليه هي scalar physical quantity؟ بنقول because it has magnitude only. يبقى اما نيجي نعرف الdistance to identify the distance we need its magnitude only، محتاجين المقدار بتاعها بس. طب لو جينا على displacement، لان displacement is vector physical quantity، vector physical quantity. طيب what's main point؟ question مهم جدا بيجي كتير، what's main point؟ the distance covered by an object equal 30 kilometer، the distance covered by an object equal 30 kilometers. يبقى هنا في الحالة دي انا بعرف مين، بعرف ال distance، فبقول this means that the actual length of the path from starting point to ending point equal 30 kilometers. يبقى نقولها تاني، this means that the actual length from starting point to ending point equal 30 kilometers. يبقى ده كده ال definition بتاع مين، ال distance. طب نيجي على ال displacement، نقول what's meant by the displacement covered by an object equal 30 kilometer. خلي بالنا ان هو نفس السؤال، بس هنا distance وهنا displacement. هنا نحط definition بتاع displacement، نقول this means that the distance covered by an object in straight line from starting point to ending point equal 30 kilometer. او ممكن نقول the shortest distance from starting point to ending point equal 30 kilometer، يعني اقصر مسافة ممكن يمشيها الجسم ده من starting point to ending point equal 30 kilometer. يبقى this means that the distance covered by an object in straight line from starting point to ending point equal 30 kilometer.
يبقى احنا في الحاله دي يا جماعه قدرنا نفرق بين الديستانس اند ديسبيسمنت. الديستانس اللي هي ات از ذا اكشوال لينث، والديسبيسمنت اللي هي شورتست ديستانس، اقصر مسافه او الستريت لاين. ماشي، الديستانس ده سكيلر والديسبيسمنت ده فيكتور، ولهم نفس اليونت اللي هم كيلومتر متر اند سنتيمتر. وقلنا قلنا واتس مين بوينت، يبقى بنقول الديفينيشن بتاع كل واحد فيهم على حسب السؤال. نيجي بعد كده هنقول when. السؤال ده مهم جدا جدا جدا. امتى؟ when. number one، distance equal displacement. امتى الdistance تبقى equal displacement؟ احنا قلنا ان الdistance اللي هي الactual length والdisplacement اللي هي shortest distance. امتى الاتنين يبقوا قد بعض؟ امتى الdistance يبقى equal displacement؟ في الحالة دي when the object moves in straight line. when the object moves in a straight line. اوكي، يبقى لما الاوبجكت ده يتحرك في straight line يبقى الحاله دي بنقول ان الديستنس ايكوال displacement. examples عندنا، بيقول لي an object moves from A to B. احنا شايفينها بنرسمها A to B. هنا ايكوال 10 متر، يبقى عندي اوبجكت اتحرك في straight line from A to B، يبقى في الحاله دي الديستنس ايه اللي هي الاكشوال لينث هتبقى 10 متر. طب والديسبيسمنت هتبقى برضو 10 متر، يبقى في الحاله دي الديستنس ايكوال displacement. نقول الديستنس ايكوال 10 متر والديسبيسمنت ايكوال 10 متر. فده نخلي بالنا حاجه مهمه جدا، يجي يقول لي when distance equal displacement، اقول له when the object moves in straight line. حاجه تانية، بيقول لي when the displacement of a moving object equal 0. امتى تبقى displacement equal 0؟ هنشوف الاكزامبلز اللي قدامنا، اللي هو الاوبجكت اتحرك من A to B. لو الاوبجكت ده دخل، لو الاوبجكت ده رجع تاني من B to A، يبقى الستارتنج بوينت بتاعته هتبقى A والاندنج بوينت A. لو عملنا ستريت لاين بين A and A هنلاقي مفيش اصلا حاجه، يبقى في الحاله دي ان الديسبيسمنت اوف موفينج اوبجكت ايكوال 0. يبقى امتى الديسبيسمنت ايكوال 0؟ لما الاوبجكت يرجع تاني لنفس الستارتنج بوينت بتاعته. يبقى نقول when the displacement of a moving object equals 0 when the object returns back to starting point. when the object returns back to its starting point، يبقى لما الاوبجكت يرجع تاني للستارتنج بوينت بتاعته، يبقى في الحاله دي ان displacement of moving object equal 0. تعالوا نشوف examples. انا عندي اوبجكت اتحرك from A to B، then from B to C، then from C to D، then from D to A. طيب هو بدا الستارتنج بوينت بتاعته A والاندنج بوينت A، يبقى هو مشي 10 متر، بعد كده 5 متر، بعد كده 10 متر، بعد كده 5 متر. لو احنا جينا نحسب الديستانس، الديستانس في الحاله دي اللي هي الاكشوال لينث، كل المسافات اللي هي مشيها اللي هي ال10 وال5 وال10 وال5، ففي الحاله دي بنعملهم بلس. انما displacement بنقول ان الاوبجكت moves from A and return back to point A، يبقى هو اتحرك من A ورجع تاني ل A. يبقى هنقول ان الديستانس هتبقى equal 10 plus 5 plus 10 plus 5 تبقى equal كام؟ equal 30 متر. انما displacement في الحاله دي هتبقى equal 0. ليه equal 0؟ ممكن يجيبها لي كده في give reason، يقول لي ليه في الحاله دي equal 0؟ هقول له because the object returns back to its starting point. يبقى نخلي بالنا يا جماعه، لما الاوبجكت يرجع للستارتنج بوينت بتاعته، يبقى في الحاله دي بنقول ان الديسبيسمنت ايكوال 0. اهم حاجه في الموضوع ده اللي هو solving the problem to find the distance and displacement. ازاي نطلع الديستانس والديسبيسمنت؟ هنبدا ناخد شويه examples كده، ناخد most of examples، معظم الاسئله اللي عندنا او معظم المسائل اللي عندنا. هناخد number 1، عند object تتحرك from A to B 10 متر، بعد كده from B to C 5 متر، then from C to D 10 متر. احنا عايزين الdistance and displacement. الdistance في الموضوع ده سهل، ان احنا هنجمع الموضوع ده، فنقول 10 plus 5 plus 10، يبقى distance equal 10 plus 5 plus 10 يبقى equal 25 متر. طب الdisplacement هنجيبها ازاي؟ الdisplacement لازم بحدد الstarting point والending point. طب الstarting point هنا ايه؟ A، والاندنج بوينت دي، فبعمل بينهم ستريت لاين. يبقى الستريت لاين في الحاله دي هيبقى اي دي، واي دي لو احنا لاحظنا ان الاي دي هيبقى بارل تو بي سي، بارل
to BC وBC equal 5 يبقى AD equal 5. يبقى في الحالة دي بنقول ان displacement equal 5 meter. يبقى الديستانس جمعنا 10 plus 5 plus 10 يبقى equal 25. انما displacement قلنا اللي هو starting point و ending point يبقى AD و AD parallel to BC يعني موازي له يبقى ده 5 متر يبقى ده برضو 5 متر يبقى displacement equal 5 متر. ناخد examples تاني. عند object تتحرك from A to B then from B to C. اتحرك from A to B 4 متر from B to C 3 متر. طب احنا عايزين الdistance وعايزين displacement. الdistance في الحالة ده so easy يعني اجمع 4 ده 3 plus 3 يبقى الdistance في الحالة دي بنقول ايه ان الdistance equal 4 plus 3 equal 7 متر. طب المشكلة في displacement how can you calculate the displacement. هعمل straight line from A to C وهيبقى عندي perpendicular triangle. perpendicular triangle هجيبه ازاي؟ اجيبه by Pythagoras. by Pythagoras ازاي؟ هاخد الروت بتاع 4 باور 2 3 باور 2 وبالكالكوليتر احسبها تطلع 5. يبقى خلي بالنا ان ده عندي perpendicular triangle الdistance هتبقى 4 plus 3 equal 7 انما الديسبيسمنت هعمل ستريت لاين فروم ستارتنج بوينت اللي هو A تو اندنج بوينت اللي هو C يبقى ده هايبوتنس في البربنديكولار تريانجل. واحنا عارفين في التريانجل عشان اجيب الهايبوتنس بجيبها ازاي؟ بجيبه عن طريق باي ثيرغرس فباخد الروت بتاع الفور سكوير بلس 3 سكوير واطلع بالكالكوليتر تطلع 5 متر. فنخلي بالنا من السؤال ده. ناخد اكزامبلز تاني. لو انا عنده اوبجكت هيتحرك على سيركل from A to B الراديوس بتاع السيركل ده is 7 متر. يبقى انا عنده اوبجكت هيتحرك على برامتر اوف سيركل على محيط دايره. الاوبجكت ده هيتحرك from A to B وعندي الراديوس اوف سيركل is 7 متر. هحسب الديستانس والديسبيسمنت ازاي؟ في البدايه هجيب الديسبيسمنت. طبعا انا عندي الاوبجكت from A to B وال A to C ده اللي هو radius وهيبقى from C to B برضو radius. فانا بعمل straight line from A to B فال AB ده هيبقى الديامتر اللي هو القطر بتاع الدائرة ده. في الحالة ده هيبقى equal 7 meter يبقى displacement equal AB equal 14 meter. انما طبعا انا عايز الديستانس بقى الصعبة في الحالة دي اصعب حاجة عندي الديستانس. هجيب الديستانس ازاي؟ بقول ان الاوبجكت ده اتحرك على السيركمفرنس ان الاوبجكت ده اتحرك على السيركمفرنس بس هو ممشيش على كل المحيط هو مش على نصه بس. فبقول ان الديستانس ايكوال هاف ذا سيركمفرنس ماشي هو اتحرك على نص المحيط. طيب محيط الدائرة اللي هو ايكوال 2 باي ار في الحالة دي وانا هو اتحرك على النص بس فباخد نص تايم 2 باي ار. النص بحطه زي ما هو والتو زي ما هي والباي بشيلها وحط 22 over 7 times 7 تطلع 22 متر. يبقى احنا لو قلنا displacement هنقول ان displacement equal AB ده اللي هو ما يعادل الديامتر بتاع الدائرة اللي هو المحيط الدائرة. طبعا نص القطر بتاع الدائرة اللي هو radius equal 7 متر يبقى الديامتر كله هيبقى 14 متر. طب displacement انا هو اتحرك من A to B فاتحرك على circumference of circle فهو اتحرك مش هتحرك على المحيط كله اتحرك على نص المحيط بس. فهيبقى ال displacement نص circumference هيبقى half time 2 by r يبقى half time 2 time 22 over 7 time 7 يبقى بالكالكوليتر تطلع 7. ده في الحالة دي لو الاوبجكت اتحرك على نص دايرة بس اتحرك على نص دايرة بس. طيب ناخد examples تاني. انا عندي برضو object هتحرك على circumference of circle النص ال radius بتاع 7 متر بس هو في الحالة دي اتحرك from A to A يبقى هو بدأ ال starting point بتاعته عند A وال ending point بتاعته عند A. يبقى في الحالة دي ان displacement هتبقى equal 0. طب ليه equal 0؟ عشان هو return back to its starting point رجع تاني لنفس النقطة اللي هو بدأ منها يبقى displacement equal 0. نيجي بعد كده على الديستانس. ازاي هنحسب الديستانس؟ هو اتحرك على السيركمفرنس كامل يبقى في الحالة دي ان الديستانس في الحالة دي بنقول ان الديستانس equal السيركمفرنس كله اتحرك على السيركمفرنس كله فهتبقى equal 2 by r وعندنا ال 2 زي ما هي والباي 22 over 7 وتايم 7 بالكالكوليتر تطلع 44 متر. يبقى قلنا الديسبيسمنت هتبقى الديسبيسمنت في الحالة دي equal 0 والديستانس هتبقى equal the circumference والcircumference 2 by r هنشيل الباي ونحط مكانها 22 على 7 والr في الحالة دي equal 7
وبنحسبها بالكالكوليتر تطلع 44. ده في حالة لو الأوبجكت تتحرك على circumference كامل، يعني تحرك على محيط دائرة كامل. بعد كده هنيجي لو الأوبجكت ده تحرك على half، على quarter of circumference. أنا عندي circle، الأوبجكت بدأ من A to B، عندي الأوبجكت تتحرك from A to B، radius عندي اللي هو 7 متر. طيب أنا في الحالة دي محتاج distance ومحتاج displacement. ازاي اجيب الديستنس وازاي اجيب الديسبلسمنت؟ في البدايه هعمل بيربنديكولار، يعني اوصل بي تو سي، هعمل لو اوصل بي تو سي زي ما احنا شايفين، وصلنا اي تو سي وعملنا وصلنا اي تو بي، فبقى عندي بيربنديكولار تريانجل ماشي، وعندي اي سي اللي هو الريديوس 7 متر وسي بي اللي هو الريديوس 7 متر. طب انا عايز اجيب الاي بي اللي هو الديسبلس. في الحاله دي الديسبلسمنت بيجيبه باي فيثاغورس، فباخد الديسبلسمنت ايكوال الروت بتاع 7 سكوير بلس 7 سكوير، واجيبها بالكالكوليتر بالاله الحاسبه تطلع 9.9 متر. يبقى بقول ان الديسبلسمنت ايكوال اي بي بجيبها باي فيثاغورس اللي هو 7 سكوير بلس 7 سكوير، واخد الروت بتاعه تطلع 9.9. طب انا عايز اجيب الديستنس بقى. الديستنس بقى اجيبها ازاي؟ اللي هو الاوبجكت ده اتحرك على circumference of circle، اتحرك على محيط الدائره بس، هو يعني ما يمشيش المحيط كله، هو اتحرك على ربع المحيط بس، لان واحنا عندنا circumference اللي هو 2 باي ار، وهو مشي ربع المحيط، هو مشي على ربع المحيط، يبقى المحيط عندنا اللي هو circumference equal 2 باي ار، هو اتحرك على ربعه، يبقى distance equal quarter time 2 باي ار، يبقى equal quarter the circumference of circle. طبعا نشيل circumference ونحط مكانها 2 باي R، هتبقى quarter time 2 by R، ونبدأ نعوض هنشيل الباي ونحط 22 over 7 ونحط ال R بدلها 7 ونحسبها بالكالكوليتر تطلع 11 متر. يبقى احنا كده عرفنا ازاي افرق بين الديستانس والديسبلسمنت، وخدنا examples على الديستانس والديسبلسمنت، وقلنا لو الاوبجكت تتحرك على محيط دايرة، نخلي بالنا لو الاوبجكت تتحرك على محيط دايرة يبقى الديستنس في الحاله دي هتبقى ايكوال السيركمفرنس. لو اتحرك على المحيط كامل، اتحرك على المحيط كامل يبقى الديستنس ايكوال سيركمفرنس كامل. طب لو اتحرك على نص المحيط يبقى تبقى ايكوال نص المحيط. طب لو اتحرك على الربع هيبقى الكوارتر تايم سيركمفرنس. طب لو اتحرك على الثلاث ارباع يبقى 3 اوفر 4 اوف ذا سيركمفرنس. فناخد بالنا من الحته دي، يبقى الديستنس اللي هي الاكشوال لينث والديسبلسمنت اللي هي الشورتست ديستانس فروم ستارتنج بوينت تو اندينج بوينت، او بنقول عليها الستريت لاين فروم ستارتنج بوينت تو اندينج بوينت، اللي هي اقصر مسافه من الستارتنج بوينت تو اندينج بوينت. فناخد بالنا وما نتلخبطش، لازم احدد الستارتنج بوينت تحت والاندينج بوينت. يبقى احنا كده في الحاله دي خلصنا الجزء الاولاني من يونت 2. يونت 2 ان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل بقيه السكيلر والفيكتور وهنمثلهم في دايجرام، فناخد بالنا ان شاء الله واستنوني في الجزء الثاني. وعندكم ان شاء الله هسيب لكم في لينك تحت في الديسكريبشن، اللينك ده هنلاقي فيه شيت يو كان برينت اند ستادي فروم ات. اف يو هاف اني كويستشن يو كان رايت ان كومنتس اند ايم غانا انسر يو ان شاء الله باذن الله، ايم غانا ريسبوند يو، هجاوبك عليه. وهسيب لكم لينك لينكات يونت 2 ان شاء الله هتلاقوها في الديسكريبشن، وهتظهر لكم فوق على يمين او شمال الشاشة. واشوفكم على خير ان شاء الله في الجزء التاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.